هي اللحظات والمشاهد الأخيرة لمعاناة دامت لسنوات بأحياء شاوي مبروك قديسة مريم وحي الكرمة بولاية عنابة، لتفتح صفحة جديدة من الحياة الكريمة للعائلات التي انتقلت لسكناتها اللائقة بالقنطرة بلدية سيدي عمار. واليوم نستحمد ربي ونشكره الحمد لله، واسع رحمة ربي الحمد لله. حي بيا كلش بيا، كاين ابتدائي كاين كاين صيام كاين كلش. الله يبارك، مشي فرحانين، الفرحة اكتملت صح درك. صح كنا ساكنين في سكنات هشة ودينا سكنات لائقة، الغاز التريسيتي الماء كلش كاين، مدارس ولدي البارح بعد ولدي بدا يقرأ، أنا سكنت البارح بعد ولدي بدا يقرأ البارح، سجلت وكلش بعد كلش متوفر. فرحان ملاح الدار، عندي غرفتي. هي عينة من أزيد من 600 عائلة انتقلت إلى هذا الحي الجديد في إطار عملية متواصلة إلى غاية نهاية هذا الشهر. تسيد برنامج ترحيل 618 عائلة من حصة 738 سكن لبلدية الحجار، منها 156 عائلة تقطن سكنات هشة وقصديرية غير لائقة، والتي مست في يومها الأول ترحيل أكثر من 80 عائلة والقضاء على السكنات الهشة وهدمها. الحي الجديد بالقنطرة يضمن للساكنة كل الأريحية بمرافقه المصاحبة والتي سلمت بالموازاة مع تسليم السكنات.